انا بشتغل وليد اسلام. ما معك قدير 12 معك. سيدة 9 سيارة زيلة معبية قطعت البراق باتجاهكم مسرعة. سيارة زيلة معبية 3 قطعت البراق باتجاه الزبالة ومسرعة. يا شباب تابعونا اياها قلنا صار فيها مثل الدبابة وسيارة 9 تابعونا هالسيارة زيلة معبية قطعت البراق باتجاه سيارة زيلة معبية قطعت البراق لعنا ومسرعة. قضايا 21/10/2012. الله أكبر الله أكبر. قصف عنيف بالأسلحة الثقيلة على البلدة. الله أكبر. مضايا 21/10/2012. الله أكبر. مضايا 21/10/2012. قصف عنيف واشتبه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. مضايا 21/10/2012. قصف عنيف على البلدة. الله أكبر. السيطرة على حاجز في بلدة مضايا يوم الأحد. الله أكبر. السيطرة على حاجز في بلدة مضايا. الله أكبر. الله أكبر. حاجز. مضايا 22/10/2012. حاجز الحروف. الله أكبر. تحرير حاجز الحروف على دماء الشهداء الأبطال. الأبطال وجه الهدف. الله أكبر الله أكبر. ها هو تهديدهم ولكن توعدهم بأننا سنكون يقظين ومنتبهين. بسرعة بسرعة لأنه هلا بجوز يخصبوا هلا شغالة بالهيضة. يلا روح يلا بنشوف يلا روح الله يلا بقصر حد بيجي من هون ها هو حاجز الحروف قد تم تحريره هو لله الحمد والمنة. تم تحريره على دماء الشهداء وتضحيات المجاهدين الأبطال بإذن الله. وها هي التكبيرات. الله أكبر. تكبيرات العيد تخرج من المساجد. الله أكبر الله أكبر. المساجد تصدح. المساجد تصدح بنداء الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. من هنا تسطرت أروع ملاحم البطولة والفداء. الأبطال ضحوا بدمائهم من أجل تحرير البلدة من هذا الحاجز وسيتم التحرير قريبا بإذن الله لكل سوريا. الله أكبر ولله الحمد والمنة.